والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقرير اجتماع لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة طبقا للمادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 51 من القانون الداخلي للمجلس، اجتمعت بمقر الجماعة لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بتاريخ 14/4/2017 على الساعة الثالثة بعد الزوال بحضور السادة الآتي أسماءه: أولا الغالي سفير بصفته رئيس اللجنة، ثانيا عبدو أشلحي النائب الأول رئيس اللجنة، ثم شعيب المراقي عضوا باللجنة النائب الثاني، وقد ضمن جدول الأعمال النقطة المبرمجة للدورة العادية لشهر ماي 2017 وهي التالي: أولا برمجة قائد السنة المالية 2016، لذا فقد انصبت كلمة أعضاء الحاضرون فيما يخص هذه النقطة الفريدة على أهميتها، فاتفقوا بالإجماع المطلق على برمجة فائض السنة المالية المقدر ب 116 مليون درهما فيما يلي: تخصيص مبلغ 400,000 كمساهمة مالية للجماعة في مشروع إعادة بناء دار الجماعة، تخصيص مبلغ 25 مليون درهم كمساهمة مالية من الجماعة في بناء قنطرة على واد بردانة في دوار تغزوت، تخصيص مبلغ 12 مليون درهم في تحويل أعمدة كهربائية بالجماعة، تخصيص مبلغ 20 مليون درهم في دعم تكوين رصيد العقاري والجماهير، وتخصيص مبلغ 141 مليون درهم للدراسات التقنية واللوجستيكية لتمويل إنجاز تصاميم التهيئة في الشطر الثاني، تخصيص مبلغ 5 مليون درهم كمساهمة من الجماعة في بناء جدار وقائي من فيضانات. لا تنقل مسيدي لا سوى قسمة زي قبل لا مليون نفس لغة الأرقام إذا نفهم مرة باش المواطن ولا المجتمع على خلاف غيره باش نسن الأرقام، أما الأرقام باش نديرها قرا 400,000 كولي الجماعة 250,000 درهما والتخصصي له رأس الغزلاني من فيضانات على واد بردانة. إذا هذه أظن أنها جملة من النقط المبرمجة في جدول الأعمال، وأظن أنها كافية لأن تنصب أن يصب عليه المجلس في مناقشتها والتصويت عليها بالإجماع. السادة والسادة أعضاء المجلس، برمجة فائض السنة المالية 2016 مقدار ب 116 مليون و 165 رصيدة 0.8 تسجل باش تسجل باش تسجل مبلغ مالي 12,000 درهم، 12,000 درهم في تحويل أعمدة كهربائية 10 مليون لتحويل أعمدة، 14,165,508 لدراسة تقنية تصميم تهيئة، لتخصيص مبلغ 18 مليون كمساهمة في بناء جدار وقائي على واد بردانة، 18 مليون لإنارة المنازل بدوار كاردوان، تخصيص مبلغ 54 مليون لشراء شاحنة. السادة الأعضاء محمد المكاليف، محمد المزيان حسان، محمد كارلو شاحنة مركبة حديث العهد. هذا اللجنة المالية
يراعي الاولويات قبل ما يتراعى نكنيو اولويات بالنسبه للجدار الوقائي حضر صنط كمراه 25 مليون يدير صنط وتحليل جبهه 18 عامل المساهمه مساهمه وقلي لحمه وكنين نكثر ثانيا تسير فوق قاميو بالنسبه لفوق قاميو شين قاميو عاق قاميو يخدد شين قاميو عاق كيف يريج مع فرض وتحليل جبهه قاميو حاله حقيقه عقل اولويات يزانو قاميو ثانيا تسير قسام قنطارة على واد وردانا واد وردانا ما رغا في القناطر إلا جندوار رغا في القنطار زقوامين قال قنطار هذا كنيو وتوشيو مجارة ومستخمي كنيو يوغن في القنطار هذا يدادي وتجي الأولوية غزا واغن ما رغا القناطر إلا القنطار هذا يقيم ذا عدد سنين عدد مساكينة قسام يجن القنطار قسام يجن عدد الزواور حما واعدون لأنها منزا واعدون لين مي والسينة سبب القاميو قاميو شي قاميو عارا قاميو يخدم نهارا وقت عدد جديدة يخدم 40 50 سنة غزا وتحلي يجيبو قاميو
وشاق في اتجاه مقر الجماعة المؤقتة الجديدة بمطيب من أجل قضاء أغراض إدارية ومدنية. لذا نطالب وبإلحاح كافة المتدخلين من مجلس العمالة والإقليم والجهة ووزارة الداخلية وخاصة المديرية الجماعية الترابية التعجيل والإصرار في داخل الجماعة. إذن قلنا أن جماعتنا تعيش الهشاشة والفقر إلى آخره، ورغم ذلك أن الناس المواطنين وخاصة بها الجبلية والبعيدة يضطرون إلى مسافات طويلة وشقة في اتجاه مقر الجماعة المؤقتة الجديدة من أجل قضاء أغراض إدارية ومدنية. لذا نطالب وبإلحاح كافة المتدخلين بما فيهم المجلس الإقليمي، الجهة، ثم الجماعة الترابية والمديرية الجماعة الترابية من أجل دعم هذه الجماعة وبناؤها في القريب العاجل. إذن قلنا التعجيل والإسراع بدعم الجماعة وإعادة بنائها، وخاصة وأنها أطلالا، وهذا ما يزيد في إعلان التفاقم من المعاناة اليومية للسكان ويعطل الكثير من المصالح رغم المجهودات المبذولة من طرفنا ومن طرف المجلس المسير. وهذه حقيقة أقولها دائما أن جماعة وردانة تستغني فهمي مغيث، فأكررها وأنا في الأغلبية أن الجماعة إلى حد الآن تستغني فهمي مغيث، فقد استبشرنا خيرا أن هناك حراك مع السيد الوالي والسيد العامل والمنتخبون إلى آخره. لذا يجب الأخذ يدا في يد، وثانيا أننا نجتمع بالأفكار من أجل الوصول إلى أهداف المنشودة من أجل الصالح العام، ليس إلا من أجل الوطن والمواطن، خدمة لهذه الساكنة. ونغادر شي حاجة نظنيه أيوة الكلمة، أيوة الكلمة، ماشي مشكلة. بالنسبة للفائدة وين تخفي وقع وين تخفي وقع خصها خمس فهم تعيش بهم نتاع الأساس. قلنا التغناني من المصلحة المواطن. ما لا نتكلم البنت في حنا 10 مرات يقول لك. إن شاء الله ربنا خير مصلحة المواطن المعمار التغناني ولا من منع ولا من عكي ولا كيف ما. هاد نستوعب نقطة نقطة هنا. سعد الله يستوعب الجماعة، لأن الجماعة خصها تبنى إلى كذا إلى آخره. ياك الوالي فرينا دي غومبيوس هذا الشيء. يناوم بأن الجماعة اجتماع كون غيك المقبل، لكن في الجماعة سوالي. كيدوهو من راك في المساهمة ولو يمكن عاشين ولو تكون عاشين. باش الجماعة لا صابر. إن بأن الاجتماع المقبل غير تكون كيف أبني تأكد كيف الجماعة سوالي. إذا ما تشا مشكل الجماعة. الجماعات جيت لقيت الجماعات المحليه قالوا قال مولتين عاشين ديال دراسه القرى وقالوا ما صنعوش المارشي وما صنعوش مليارات دول المساهمه لانهم توالي نهارني هذو يعني شويه المساهمه باش هذو ديك الجماعه انت انه تقموا من الناس يا كمو يوم منا انهم بان هيك خليفه انهم بان الاجتماع المقبل يكون كيف الجماعه قريب النقطتين يعني مثل هيك قاعد يقول شيء كمل خلاص هاد الناس زامين دار كين يعني تيب تخصيص مبلغ 180 درهم كمساهمه للجماعه في الجماعة جدار جدار قيمه 25 مليون ساهمت الجماعه 18 مليون ما كاين مشكل هذا راه سبحان هذا خير وين تو الجدار اللي مهم ماشي مشكل لا ماشي مشكل هو المهم ممكن تحقق الجماعات 25 مليون ماشي 12 مليون تخصيص عاود 8 مليون دينار العموميه دينار المنازل ملل بالنسبه للتو مواتك هو يخدم خير ينوى يتشم عصوبين أسنى كنتفاو أسنى أسنى كنتفاو إيه ودان دي الجماعة ينوى يتفن دير البير ما ينتفن دير البير وأسنى كنت البير ينوى يتفن دير البير قد كم براش وتوس نغيقل قال فائدي ما نويهم يستشح المسائل وزن ما عاد الدولة الجامعة معنا
قوم يقع الفائض نشتي ديال 18 عام ديال هانيتي ما راه هو درين الله يكبر بغيت نتي ديك البيت وجاتني غاد المشاكل كذا ني قاناش قاص نتي الحوج لازم الحجاج غير فاق غير فاق لقيت من خصاص 220 حتى ديال الصحه المواطن باش ما راه توقع تغطية شاملة واخا نعاني نقيم الاجتماع على هانيتي انه ما كنبرمج 50 دار كذا الى اخره واخا كلش دول مزال نتو درين ولكن في الغالب قليل تو درين وانتي فهمت لان الشروط يقعش مالك بوتراتي بوتوت واتي لا فين اتصل الشروط راه ما تحارب فيهم فين عاشينا باش ما تحارب وي وذاني وغاتشوف الفرق ديال الجماعه غاتسمي ديال عاشينا شي مشكل ما تخصيص بالغاوله 25 شاحنه الشاحنه نهار المفايات اجت نقطه اساسيه واخا نوض خايج بجمولات نجمع وخايو غير صافي هو زعما بدنا فين غنجمع كيجو كاميو وني غاتيجو كاميو راس والو يعني يا كاميو متبوع عليه خصاني يجو كاميو بقى يخدم بقى يولي تقريبا عامين عامين كاميو خاصني راح ماتيريال كاميو راح نقول مثلا خصان جاب الدار يحضر ريفيزيو يمكن يوقع كولاج يمكن يدق وموطوا يمكن واسني قوادو بزاف وتشغل بيه يخصان ان يخصان هذا الشيء ما بينصاد كاميو دي بوان خويتي واخا نبرمج يروح يلاه سنستو وجد سنعاني غادي نجي ايمان على حسب الرسم الكاميو هذه اللي في الدار قادر تسني كاميو يزن غير ميوال شنو راه كاميو ما عندهم ترسيز وزاد موالي سنان لان غادي يكملوا كاميو ثلاث سنين يكون مصير فرقع رسالة بعض الصغير قنداس لا تسامح حاجة رسالة كمل السي جلال الزبير قنطاق قال نقصات ماشي قنطاق بغيت نكيشا القنطاق مرحبا بها ما تخلى ولكن قماس الدراسه او يمتي سوجدن خاص نضبا مارنا غير نعاون تكون حتى بوار ماشي هو تجيبو القنطاق القنطاق هو تجيبو الطنز شي القنطاق غاوي ما الدراسه حتى الدراسه تعملوا لي وزاره شي دون الدراسه او ما الدراسه حتى الدراسه كاع القنطاق واش تبقى موجود يقول ولا غير شغل قلب جيتا قداو الفائض ديال بوان كيما ستوا قد فائد دي بوان عاود ديال 130 مليون مغرب كيما شحال انشقى في شهر 5 كيما صافي شهر 5 ديال الراس الاخر غادي نبدل الفائد المغرب او هذيك باين المغرب غنكمل من القيم ديال المشاريع غنكمل مشاريع القمار ولا ولا يجي المشكل اما بالنسبه للقضيه ديال التصويت كيما عاد غنغوت حتى هو هو البيت القصير الله يخليك وين كاين المجلس والمجلس كل يجي غاصر الراي الناس وبالنسبه للتصويت كل يجي خاصها تعرف في التصويت الناس توري يعدون ونسيو الخاس ونعاود نسيو الخاس ونعاود نسيو الخاس وما وقع وصلتها قد ما تتحمس كل الناس بان اتعرض المنويه في التصويت وتعرض المنويه في التصويت. سيرتي جمال تشنو؟ لا لا سيرتي جمال تشنو؟ كمل ماشي مشكل لا هو يتشوف سيرتي جمال التصويت مقترح المجلس هو الدراري جمال تشن الدراري جمال تشن الدراري جمال تشن ما كاينش رجع 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 قد الطرق الديمقراطيه موجوده الدراري جمال تشن يختار مجلس يصوت خلق قرار خاص صوت ما هو ما هو زين نصوت نتعاود النقطه خل المجلس السيني ما تلقى راسك ما خصنا نصوت ما نصوت هو ديال الجماليه ما نصوت هو اللي يقدم المجلس بلا صوت الاغلبيه ديال وليد تو خاص صوت الاغلبيه وليد تسال قال لي عاد غايجي التصويت اما وين فهم بين لا جاي كمل خوش ها كمل صافي باش مرا مرا قال يعني جبت التصويت ما كاين مشكل باش يدير غير شي شويه دخيك شويه الدرس وعلاش لا لا شويه الدرس شويه دخيك يا خاص يوقف شويه واحد الطبيب عاد لان وخا شي باش ندير واقعيه ما ليش نتفرج شي بيت غير تشقيد ولكن غنعرف نقترح اثنين المجلس اثنين يخلع ما نصوت خوا ما نصوت خوا واش عرفتني غير واش عرفت هو اللي خلع المجلس غادي نصوت طيب واش شنو نبدا المشكل الأول الأول يبقى نامية شوية وزيت كحوان نايمة ماش الجنينة تفريض أنا هاي سنة عمينا خلنا موطن شنخ سمساها المواطنين خلنا نخسام موخن نخسام مو ينا دي غارق المارة همد وثاني تخصيص مبلغ نشتيني كي دايدة مبلغ 12000 درهم في تحويل عمل الكهربائية ما يضغط من هنا يتملف وضع وعلى نسيت الزاقة لا كان 18 عامل كم مسافة اللي وقف الغاز وقف الغاز تيدي ساتو درش بيجو الأمر ولكن ما يميت شي مالك 12 مليون ياك أخذ تلتغي 12 عامل خذ المجلس المجلس يتقرر المجلس فهمنا ايه المجلس ما يقرر عن صوت خذاني ثاني ثاني يتقني تقى يتقى المجلس قبل أن تستعمل تو كبيرا تحمل مسؤولية أمام المواطنين أمام كلشي صغير خاصو يصوت هو هو صغير خاصو يصوت شوف 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 شوف
هادشي اللي بغينا نعرفو حنا، حنا باغيين مسائل قانونية، بإطار قانوني. إن شاء الله.
لا عندوش الحق، عندوش الحق اللي ما عندوش الحق ما عندوش. شكرا السيد الرئيس. دراسة عريق في طور الإنجاز. ثانيا هنا من الوالي إنه مدوم من وينات جمعة شنو نظام مرض الاجتماع الدولي؟ إن إحنا إن شاء الله الاجتماع الدولي الجماعة الجديد وين يود وين يقعد مني وين يوم مليان وين يبغى لحسابي وين يبغى لحسابي شنو نظام مرض صح قاعد كلمة خطا شنو نظام مرض إن الاجتماع الدولي إن الاجتماع الدولي إن شاء الله الجماعة الجماعة الجديد أمين لنا وين أدوم فريق أروم ديك الميزانية مورا أصلا تسيد الوالي وغاسبو وغاسبو الميزانية ديك فوز الحماة دي خاد مجلس ديك الميزانية يا الجهة يا الإقليمية يا مجموعة الجماعة ميزي ضايق الوالي نتا وين أحدهم وين يقام أدوم فريق الجماعة ثانيا مرة تحسن غور الوالي أحتاج سوقت إنهم قبل 2017 في الجماعة مرضانة غاسبوك 100 ل 100 تنمي وخاص السيول. شكرا السيد الرئيس. شكرا. 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 ما لا يمكن شيء ما لعب فما نصبح من ميدوري خامو إلى ما نصبح لا ما مشى وطر مشى الضغط الوضع الضغط الوضع لا وحد وحد ما يمشي يا صوات ما لا 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 جماعة قدانا سامحي سامحي ومش تتكلم سبارة وكتكت عملوا فراغ وزيد كتعمل شي بتشنيو خايا كان يونيو ما بغيتش عارف جارك اللي كي معاك انت عديت ولا ما نفهمش لا عموني ما بغيتش عارف باش عارف بغيتش عارف باش تعدل قلت من ان شاء الله هذه راهي تفعل ياك انت الله في دروب توشا هذاك كم يدبر بيع بلاصه يخدم ليس من على هذا كان يخدم معاه لكن هذا الذي يجب ان يكون هناك من 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 يكون بالنسبة للنقاط والمقترحات المجلس راه دابا سميتو اللجنة المالية راه دابا اقترحات ديالها هاد الاقتراحات هادا غادي نصوتو عليها سواء بالإجابة أو بالسلب دابا هادي خصو تدخل تعطيوها للناس اللي متلفين بالميزانية المجلس اللي متلفين الناس اللي متلفين بالميزانية هما يدخلوها داك الساعة ما يدخلوهاش أبوي دابا داير الوالي العالي هاشتي داير الوالي العالي اللي كتبغي هذا شعرتو من حكم لا باش ما عندكش حق أنا كنقول القانون شنو كيقول القانون شنو كيقول كيقول لك أنا مشاتهم المالية والميزانية هي كاين القانون ويقيم تسويت اشتوى سيد الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم. جبريل الدين بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، دائما أقول لكم أن المجلس سيد نفسه، المجلس سيد نفسه، ثم المجلس سيد نفسه، ثم أن الرئيس المجلس وغطاء الرئيس النصف وهي تنص عليه المادة 12 من قانون ميثاق الجماعة المحلية، وغاس مكتب الناس بما فيهم عبد الله التوابير النائب الثاني دين كتب المادة 17، إلا أن عبد الله التوابير أقتدى يزدى من أجل المصلحة العامة ليس إلا ويسياري جفريك ويسياري خطسير لخيجي السيد السشاري سيتحمل المسؤولية أمام الله وأمام التاريخ والمواطن. لا الكلمة تعرض شاف ما يمكنك تعطي بس وجدت شكل الشجاعة. التاريخ هنا وأتحدى كيف ذاك يوم هذا مش فلا وين المعارضة حاليا نقي عمائن للأغلبية مرصار خصم تملي شحجة أيادي بيضاء المشلقة أمامي المشرقة تعلق النيل وحشة مراهو يمشى الإثبات أن عبد الله التوابي صاحب شو سنتي ربما يجبوا الأعمال قوم ذلك دار واحدة قاع ربني على نرخو نشمالي تجيه ووازو المصلحة العامة للمواطنين دعاء أزاد ليكون في علمكم أخين دا يوذن حضانا كيف والله إلا روح قاسنا ذو ذرينا قش ذا دي الدوت ذي تغزو هنا ليس سيريا له الطلب قاس بحق من تسمينا اكدينا ما يبني لي الجواز أنا يقولون رغي ليش عبر مهي اني وام كثير ديتو في صغير وناد النقل مدراسي ديها الثوت ديه قديه كذا شديني غاري ديني شديه تينو مين دين ماذا حوارهم ديني وقيني وذي نقي الحاضرين كي نخذا ايش اوينه ذي ليش بقو بلادي سجلة ني ما ريت جيخ نشطر بغاسي السيد الرئيس حاضرا ممكن محمد ناس شيش عشان الرخصة تسخدي جيبنا كي المواطنين في وقت النتوى المعارضة فلم يلبي ربتنا لذلك اضطرت ان تخيش بومبيات وقصد هي تكسب سوش تخدير جمع بها وزروني اسفل ما تكسبها قاد روح ويغاز نرى الرخصة السيد من قدوري اذا يمشي نرى الرخصة وقي اخت النت فرمي ما ذني اخصبة نكسب نكسب الشقة وستجع حاجة نقي اخت النت قال عدو السنت ليس مديفا انه رخطني مرة ذا يسفر لانه نعني يخذيني نشخص اخت النت دي اختي ديني غوش النت ليزني فاتفر ليني شتنجي في السيوي مرة ما يجن ملشا نسجيان كاستفاو لا يبدا من التحقيق لينا يدخل السيدة وشاق يدوه مخطيرة وعبد الله التوا بيقاوم ربدا وادي يوسي وادي يشا وادي يوسي كلا سيدي وين الموافق والممتنع موافق وانت موافق ممتنع لا 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 ممتنع الشباب بخل صوت غير يجي صوت خفاف الشركات الأغلبية وطالب المتدخلين بما فيهم مجلس إقليمي وجهة
في اقرب الاجال في اعاده بناء أنا
وترسيخ مكانته بين سائر الشعوب والأمم، سائلين الله العلي القدير أن يطيل عمر مولانا أمور مولانا ويحفظه في ولي عهده مولانا الحسن، ويشد أثره بشقيقه مولاي رشيد وبكافة أفراد الأسرة العلوية الشريفة، أن إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.